أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير ومحبة، حياكم الله معنا في حلقة جديدة تجمعنا وياكم دائما وأسبوعيا من خلال برنامجكم ميديا زون، واللي راح نستعرض وياكم طبعا في هذا البرنامج آخر المستجدات وآخر الأحداث الرياضية واللي يتم دائما تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. وغير كذي أكيد راح يكون معنا ضيوف مبدعين وراح نعلق على هذه الأحداث ونتعرف عليها أكثر ونتعرف على ضيفنا إن شاء الله من بعد هذا الفاصل. الكويت في صدارة دوري زين، السيتي يقع في فخ التعادل، الزمالك بطل السوبر الأفريقي. عودة جميلة معكم مشاهدينا ورحب فيكم مرة أخرى وبوجود أكيد ضيفنا الأستاذ يحيى حميدان، صحفي في صحيفة الأنباء وناقد أيضا رياضي. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ يحيى، هذه مو أول مرة تكون معنا ودائما إحنا نكون سعداء أكيد بوجودك، وللمتابعين وعشاق رياضة بانتظار الأحداث الرياضية المهمة والتعقيب على هذه الأحداث. يا هلا فيك، أنا سعيد أن أكون معاكم وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على المشاهدين إن شاء الله. بإذن الله، إحنا دائما بانتظار الأحداث هذه الجميلة أكيد عشان تناقش فيها يعني، وبدايتها راح تكون اليوم حلقتنا مع انطلاقة منافسات دوري زين الممتاز، كان بلقاء قمة جمع طبعا نادي الكويت والعربي، كان يوم الجمعة اللي طاف وكانت في أحداث أكيد مهمة صارت في هذا اللقاء بفوز طبعا الكويت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للعربي. خلينا نتكلم أكثر عن لقاء القمة ما بين الكويت والعربي، ودنا ندش بتفاصيل أكثر وياك أيضا أستاذ يحيى ونتكلم عن أبرز نقاط الضعف والقوة بالنسبة للناديين. وشفنا أيضا دار كلام كثير وحديث كثير بخصوص أكيد الحكم الإيطالي ماريسكا واللي دار هذه المباراة، شو شفت أيضا أداء التحكيمي بهذا اللقاء؟ أسئلة كثيرة أكيد، ولكن الواحد متعطش شوي يعرف بعض الأجوبة خصوصا في لقاء القمة اللي صار. أكيد يعني المباراة أنا أعتقد بدأت بداية قوية من العربي، العربي كان وايد أفضل في أول ربع ساعة تحديدا، كان مندفع يعني مندفع في فرص، كان الفريق واضح أنه يعني مركز يبي الفوز بشكل كبير. أنا أعتقد أول ربع ساعة مثالية كانت من جانب العربي، على العكس من يعني نادي الكويت ما كانت بدايته جيدة، لكن يعني حصل يعني تحول كبير في المباراة بعد استقبال العربي أول هدف بعد في أول ربع ساعة، بعدها في الدقيقة 20 أو 18 عفوا طرد المحترف العربي الموريتاني عبد الله محمود. أنا أعتقد هذا الأمر سبب يعني خروج ربكة وخروج العربي من جو المباراة. بصراحة شفنا العربي يعني لعب تقريبا 70 دقيقة هو منقوص، اللاعبين متنرفزين، واضح كان في يعني نرفزة من جانب لاعبين العربي. أنا أعتقد لو كانوا أهدى كان ممكن الظروف تكون أفضل. الكويت بصراحة اللي يعني يعجبني فيه دائما فريق هادي، فريق صاحب خبرة، مهما كان في المباراة مستوى في فترات مو زين لكنه قادر أنه يرجع. المباراة أنا أشوف أن فوز الكويت كان مستحق، فرصة كانت يعني نقول استثمر الفرص، قدر أنه يعني يسجل هدفين على العكس من العربي اللي حصلت حتى بعد النقص العددي يعني أول في الطرد بعد الطرد الأول. يعني العربي حصل فرص لكن أنا أشوف أنه كان في ربكة. أنا أعتقد الفريق كان يحتاج لاعبين وسط يعني بعد طرد الموريتاني عبد الله محمود، أنا أعتقد كان لابد الاستغناء عن أحد يعني المهاجمين ويكون يعوضه في لاعب وسط يعزز الناحية يعني الناحية الدفاعية من خط الوسط، لأن شفنا بعد الطرد أنا أعتقد الشوط الأول كان في مساحات كبيرة، كان الوصول لمرمى العربي سهل. سألتيني عن أبرز النقاط القوة والضعف، أنا أشوف أنه الكويت بصراحة ملاحظ يعني آخر مباراتين تحديدا أو في المباراة الأخيرة نقول دائما يبدأ المباريات بصورة دفاعية مهزوزة ما هي ممتازة. شفنا الكويت يعني يرتكب أخطاء أنا أعتقد يعني كارثية غير مقبولة، مثلا يعني هذه الأخطاء يعني في يعني القلبين الدفاع المغربي أمين والكونغولي مالك زولا، دائما في أخطاء في التغطية، أخطاء في التمرير، دائما نشوف في يعني فرص تكون ممكن في حوزة مثل الكرة في عند لاعب مدافع الكويت تنقطع وترجع بسهولة. أنا أعتقد سعود الحوشان حارس نادي الكويت قام بدور كبير بصراحة في المباراة، له مجهود يعني يحسب له ما شاء الله عليه، حارس كان متألق وعاد من إصابة يعني أعتقد من 10 أيام،
أو أسبوعين تحديدا يعني. فأعتقد المستوى الكبير اللي قدمه نعم. واحد من عوامل الفوز سعود الحوشان حارس نادي الكويت. أنا أشوف أن الكويت بحاجة لمراجعة هذه السلبية الأخطاء يعني. حتى في مباراة اليرموك اللي كانت قبلها في الجولة الخامسة نفس الأخطاء الدفاعية أخطاء سهلة وهذه ممكن تسبب مشاكل كبيرة. إلى الآن أرقام نادي الكويت أنا أعتقد مميزة جدا مع المدرب المونتينيغري نيبوشا. يعني الثمن مباريات لعب 7 فوز وتعادل وحيد. أنا أعتقد أن الفريق استقبل هدفين في الثمن مباريات. فأنا أشوف أن هذه الأرقام جدا مميزة بالنسبة لنادي الكويت. نعم. والكلام اللي دار أيضا يمكن ذكرت نقطة أنه في كلام وحديث دار بخصوص الحكم الإيطالي ماريسكا. صحيح. أنا أعتقد أن الحكم حسب وجهة نظري بصراحة قراراته كانت مميزة وقرارات سليمة. ما كان فيه مثلا قرار ظالم على أي من الطرفين. الطرد كان صحيح. الطرد الثاني أنا أعتقد اللاعبين العربي بالغوا في الاحتكاكات بالغوا في الاحتجاج. يمكن الربكة هي اللي سببت هالشيء. صحيح. لكن أنا بصراحة يعني مثلا أشوف الجهاز الإداري أو الجهاز الفني في العربي كان لابد يضبط اللاعبين في هذه المسألة. يعني شفنا من بداية المباراة يعني بعد الطرد الأول للعربي واضح كانوا اللاعبين يبون يعني واضح إن في طرد ثاني بصراحة. يعني صحيح تأخر للدقيقة 90 أعتقد أو 88 لكن يعني كان لابد إنه يعني يتم السيطرة على اللاعبين. لابد يكون في هدوء. أنا أعتقد هذه نقطة سلبية كبيرة كانت على العربي. كان ممكن العربي يعني يخرج بنتيجة إيجابية يعني ليش صحيح. لو كان يعني الفريق هادي شفنا متحكم بأعصابه شوي. صحيح نرفزه من كل اللاعبين بصراحة. ويعني ولاعبين الكويت مميزين في يعني النواحي الذهنية بصراحة. لاعبين مميزين يعني ممكن يطلعون الطرف الآخر يعني من طورة لكن هم يعني عندهم ثبات. صحيح عندهم ثبات عندهم الذهنية جدا عالية. فهذا الشيء يحسب للاعبين نادي الكويت. نعم. وأيضا وانت نتكلم عن الأمور الفنية أكثر معك أستاذ يحيى وانت ناقش فيها خصوصا مع ثاني أيام الجولة السادسة القادسية. طبعا الجريح يحقق أيضا الفوز على التضامن بثلاثة أهداف مقابل هدف. وشفنا أيضا نادي الفحيحيل أمطر شباك كاظمة برباعية نظيفة. يعني هذا اللقاءين اللي يعني ودنا نتكلم عن لقاء بالبداية القادسية والتضامن شلون شفتها. أنا أعتقد يعني فوز القادسية مهم جدا من الناحية النفسية للجميع في القادسية اللاعبين المدرب الإدارة الجماهير. يعني قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر أنا أعتقد الفوز مفيد جدا. لو كان أي نتيجة ثانية أنا أعتقد القادسية ممكن راح يدش في دوامة كبيرة. الضغوطات الجماهيرية جدا عالية على نادي القادسية. فأنا أشوف أن الفوز صحيح كان فيه مشاكل واضحة في القادسية. أنا القادسية شوي خصوصا صحيح. بعد الهزائم صحيح. اللي يعني نعم. الفوز بسارك. الثاني للقادسية في الجولة السادسة بداية القادسية في الدوري بصراحة ما هي ناجحة. أنا أعتقد يعني واضح أن في تعثر كبير من صحيح. جانب القادسية يعني فقد نقاط كثيرة في أول 6 جولات. هذا الشيء غير مقبول من الجماهير القدساوية. يعني 3 هزائم عنده تعادل. فأنا أشوف أنه فقدان النقاط الكبير دخل الفريق في دائرة الشك. هذا الفوز أنا أعتقد المرحلة المقبلة راح تكون نوعا ما المباريات مو مع المنافسين مثلا أصحاب المقدمة ممكن في موجود مع الفحيحيل المباراة. لكن الفريق يحتاج لهذا الفوز راح يكون أفضل. التضامن أنا حسب وجهة نظري كان أفضل بصراحة من القادسية على مستوى الاستحواذ على مستوى خلق الفرص. الفريق كان جدا مميز. القادسية يعني سجل 2 للفوز الثاني والثالث بعد 90. أنا أعتقد التضامن فقد تركيزه في الوقت المهم. كان يعني ممكن يعني التضامن كان ممكن يسجل أهداف أكثر. أهداف أكثر على القادسية وضيع حتى فرص سهلة وكانت فرص يعني متاحة للتسجيل لكن ما تم استثمار هذه الفرص. على العكس القادسية اللي سجل. أنا أشوف أن نزول البديل أحمد شبيب في القادسية بصراحة كان عامل مؤثر في الفوز. هذا اللاعب أنا أشوفه واحد من أفضل اللاعبين في على مستوى الكويت بصراحة. لكن هذا اللاعب مظلوم بصراحة يعني في فترات سابقة يعني مع نادي القادسية مع أكثر من مدرب ما كان يتم الاعتماد عليه. لكن في آخر مباراتين شفناه يعني ينزل البديل شفناه يؤدي أدوار كبيرة. مميز في يعني استلام الكرة تحت الضغط. مميز في إيصال الكرة إلى الهجوم. مميز في تسديد من الخارج. أنا أعتقد هذا اللاعب يعني وسجل هدف جميل هدف الثالث. أنا أشوف هذا اللاعب يستاهل أنه يكون أساسي في القادسية. نعم. وأيضا ودنا نتكلم عن لقاء الفحيحيل وكاظمة. شلون شفته أستاذ يحيى؟ شو بصراحة يعني المستوى كاظمة كارثي كارثي جدا. صورة الفريق يعني ما تليق في فريق بحجم وتاريخ كاظمة. استقبل 4 أهداف
كان ممكن الفحيحي يسجل عدد اكبر طبعاً من الاهداف، عدد كبير من الاهداف، صحيح. اربع اهداف، وشفنا فرص بصراحه كثيره ضيعها نادي الفحيحي في المباراه. الفحيحي من الفرق انا اعتقد المميزه جدا، الفرق المزعجه لاي فريق في الدوري الكويتي، فريق يعني يمتلك محترفين انا اعتبرهم من مستوى عالي، افضل من محترفين كامو بصراحه، يعني من ناحيه الغيمه، من ناحيه الاضافه اللي يقدمونها في الملعب. يعني شفنا مثلا في تور سجل هاتريك في المباراه ضد كامو، هو حاليا هداف الدوري بسبع اهداف من ست مباريات، هذا رقم جدا مميز، اي فريق يحتاج لاعب هداف بهذه القيمه دائما يسجل. شفنا باقي اللاعبين ايضا يخلقون فرص يضيعون من جانب الفحيحيل. انا اعتقد كاظمه يعني بحاجه لمراجعه حسابات كبيره، كاظمه الحال اللي وصل له ضريبه نتائج يعني عمل سنوات خصوصا أن البرتقالي قاعد يقدم استاذ يحيى أسوأ نسخة له خصوصا صح في هذه السنوات، صح يعني الماضية. أنا أعتقد هو امتداد يعني مستوى الموسم الماضي في البدايات الموسم الماضي، يعني الآخر يعني الثلث الأخير من الموسم كان كاظم رجع يحقق نتائج مع الكابتن محمد هيليز، لكن في بداياته أيضا ما كان مرشح، وكان يعني نتائجه جدا متراجعة، مركزه جدا متراجعة. أنا أعتقد كاظم بحاجة لنوعية محترفين أفضل بصراحة، بحاجة للاعبين بقيمة عالية. قاعد نشوف مثلا في الدوري بصراحة يعني الفحيحيل التضامن عندهم محترفين صح، واليرموك بعد عندهم يعني محترفين أفضل من اللي عند كاظم، هذا الشيء أنا أشوفه سلبي ولا ما يليك نادي بحجم كاظمة، لابد بالتعاقد مع لاعبين بنوعية أفضل. على مستوى المحليين أنا أشوف أنه يعني كاظمة عنده لاعبين جيدين، لاعبين يعني قادرين يقدمون إضافة للفريق، لكن الحمل الكبير على المحترفين مو يعني ما هو موجود. المحترف في كاظمة ما قاعد يؤدي، ممكن شفنا زبات المهاجم يعني ممكن شكل إزعاج، يعني حاول يسجل، لكن أنت تحتاج يعني الدوري يشارك فيه خمس محترفين مع أيوه كل فريق. أنا أعتقد كامل صحيح، أنا أعتقد كامل يحتاج الخمسة بصورة عالية جدا، يحتاج أيضا يعني علاج مشكلة الظهيرين في كاظمة، أنا أعتقد مشكلة أزلية في كاظمة. يعني شفنا الأهداف الأربع تقريبا في للفحيحيل في مرمى كاظمة كانت يعني خط دفاع كاظمة ينضرب في الظهر، يعني أي كرة في الظهر سواء بينية أو عرضية انضرب كاظمة بشكل واضح. هذا الشيء أنا أشوفه يعني كان لابد أن يتم علاجه من جانب المدرب التونسي الأسعد شعبي، وتوى موقع مع الفريق يحتاج وقت لعلاج مشاكل الفريق. نعم، احنا بدنا ننتقل ايضا لنهائي سوبر طبعا لكرة قدم الصالات، واللي طبعا الكويت راح تواجه باذن الله كاظمة. ودنا نتكلم عن توقعاتك ايضا ونعرف توقعاتك لهذه المباراة وهذا اللقاء، هل بالفعل اليوم كاظمة قادر انه يحافظ على لقبه ام للكويت حديث اخر بهذا الموضوع؟ انا اعتقد يعني لقاءات كاظمة والكويت في السنوات الاخيرة هو كلاسيكو، يعني هو نقول ديربي كرة الصالات الكويتية، هم الفريقين الأبرز، هم الفريقين الأنجح على مستوى الدوري الكويتي، هم الفريقين اللي يملكون أكثر لاعبين في المنتخب، لاعبين أصحاب جودة عالية، أصحاب خبرة، أصحاب تجارب كبيرة مع المنتخب الوطني، حققوا نتائج مع المنتخب الوطني في الفريقين. فأنا أشوف أن المباراة راح تكون صعبة، ما هي سهلة. الكويت يعني في آخر ثلاث أو أربع مواسم هو بطل الدوري والكاس يعني، لكن كان يلقى يعني يحصل منافسة كبيرة من كاظمة. كاظمة حامل منافس قوي، صحيح يعني وكاظمة حامل لقب الكأس السوبر في الموسم الماضي، فبالتأكيد أنا أعتقد المباراة ما راح تكون سهلة على الطرفين. ممكن الكويت يملك ممكن عدد كبير من اللاعبين المميزين، لكن الجودة والخبرة اللي موجودة عند كاظمة أنا أشوفها ما هي سهلة، وأنا أشوف أنه يعني كل شيء متوقع في هذه المباراة. أنا أشوف الحسابات 50% 50% لكل فريق الحظوظ، ممكن كاظمة يحقق شيء كبير بعد التعاقد والصفقات الأخيرة يعني اللي أبرمها كاظمة، يعني وقع مع اللاعب خبرة حمد العوضي ولاعب مؤثر، وشفناه يعني حتى في نص النهائي كان لاعب مؤثر يعني ضد العربي في نص نهائي السوبر. فأنا أشوف أن المباراة نفس ما قلت راح تكون صعبة على الفريقين، مو سهلة. صحيح الكويت قوي، الأكثر تتويج في السنوات الأخيرة، لكن في هذه البطولة أنا أشوف أن تحديدا أشوف أن الأمر صعب بالنسبة لي. راح تكون منافسة يعني شرسة شوي، ما وهذا من صالح لعبة كرة الصالات. شفنا العام مثلا العربي دش على المنافسة، حقق كأس الاتحاد التنشيطية، كاظمة الكأس السوبر، الكويت يعني بعد ما غير المدرب حقق الثنائية الدوري والكاس. فأنا أشوف أن المنافسة ودخول منافسين جدد يعني أنا أشوفها مفيدة لكرة الصالات الكويتية. حتى النتائج في الدور نصف النهائي كانت متقاربة، يعني الكويت فاز بصعوبة على التضامن في ركلات ترجيح، وكاظمة فاز على العربي بفارق هدف يعني 2-1، فيدل أن أنا أعتقد أن موسم كرة الصالات راح يكون قوي جدا هذا. بإذن الله نتمنى التوفيق أكيد للفريقين، وبنتظر إن شاء الله الأحداث اللي راح تصير، وبعدها أكيد راح نتناقش
بإذن الله فيهم. ومن الأحداث أكيد مشاهدينا المحلية راح ننتقل معك أستاذ يحيى إلى الأحداث الرياضية المهمة طبعا والخليجية. شفنا أيضا النصر قدر أنه يهزم الوحدة في افتتاحية الجولة الخامسة من الدوري السعودي بهدفين مقابل لا شيء. يعني شفنا انتصار مهم للنصر، كلمنا عن هذا الانتصار. أنا عجبني مستوى النصر بصراحة في المباراة، دخل المباراة بقوة، دخل برتم هجومي عالي بضغط عالي، هذا الشيء ما وقدر أنه يسيطر أيضا صحيح. على هذه المباراة وسيطر من البداية للنهاية، كان الطرف الأفضل الأخطر، يعني حتى فرص الوحدة كانت غليلة جدا، يعني كان وصوله إلى مرمى النصر نادر. شفنا تألق بصراحة كثير من لاعبين النصر، يعني واضح أن عودة الروح للاعبين النصر النجوم بعد التعاقد مع المدرب الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي. هذا الشيء أنا أشوفه مميز، تحقيق نتائج مميزة مع بيولي في 3 مباريات، يعني نتائج جدا مميزة خصوصا في الدوري السعودي. يعني فوزين، وأنا أعتقد فوزين مهمين جدا يقربون النصر من الصدارة، يعني في فارق قريب ما قاعد يضيع نقاط كثير صحيح. نادي النصر ما يستقبل أهداف، هذه النقطة مهمة. عجبني أيضا مستوى خط دفاع النصر في المباراة، كان عنده روح عالية، كان يعني مميز في التغطية، مميز في تعطيل هجمات الوحدة، فهذا الشيء شفنا وكان واضح، يعني الوحدة كان متراجع بشكل كبير لمناطق الدفاعية، ما قدر يخرج من المناطق الدفاعية، هذا كله بسبب مجهود لاعبين النصر العالي والمميز وتأثير أيضا المدرب. وخصوصا طبعا. النصر راح يواجه الريان في مباراة القادمة إن شاء الله في دوري أبطال آسيا للنخبة، فتوقعاتك لهذه المواجهة؟ راح تكون مواجهة صعبة فيها منافسة قوية أيضا، يعني قياسا على تاريخ الفريقين اسم الفريقين، يعني الكل ممكن يتوقع أن مباراة صعبة، لكن قياسا على المستوى الحالي أنا أشوف أن حظوظ النصر أكبر. النصر يعيش فترة مثالية على عكس الريان، الريان اللي يعني آخر 3 مباريات كلها هزايم، ما قاعد يحقق نتائج كبيرة في الدوري القطري، متراجع إلى المركز التاسع. عنده يعني الريان أنا أعتقد يمر في موسم صعب جدا، يعني على يعني مثل النصر 3 انتصارات على عكس الريان، يعني 3 هزائم في آخر مباراة، مركزه جدا متراجع، فوزين فقط للريان في هذا الموسم مقابل 5 هزائم. أنا أشوف أن المسألة راح تكون صعبة جدا على الريان. الريان صحيح تعاقد مع لاعبين مميزين هذا الموسم، يعني جلب محترفين على مستوى عالي، لكن في فرص أكثر يعني صحيح. الريان يعني يغير بشكل كبير على مستوى المحترفين، يعني رفع عدد المحترفين في الدوري القطري. العدد المحترفين في البطولات الأسيوية مفتوح، يعني راح نشوف ممكن الفريقين يلعبون ب9 أو 10 محترفين في المباراة، فكثرة صفقات الريان أنا أعتقد أخلت في مستوى الريان بشكل واضح. نعم، وأنا الواضح عندي أن الهلال أيضا قاعد يواصل نتائجه الإيجابية، هذا اللي قاعد نشوفه، وانتصر أيضا على الخلود بنتيجة 4-2، انتصار جميل أيضا وأهداف حلوة. واضح أن الهلال الرقم الصعب بالدوري مع سلسلة طويلة أكيد من الانتصارات، فياريت تكلمنا عن الهلال وانتصاره أيضا اليوم على فريق الخلود. الهلال أنا أعتقد الخلود يعني لعب مباراة، يعني لعب المباراة بشجاعة. الخلود يعني صحيح فرق الخبرة، فرق الإمكانيات بينه وبين الهلال، لكن شفناه هو المبادر إلى الهجوم، يحاول يستغل كل فرصة لتسجيل هدف، يعني شفنا قبل تسجيل الهلال إلى هدف كان الخلود يعني ممكن عنده فرصتين وكان ممكن كان يقدر ينتهز هذه الفرص. صحيح، وأنا يعني عجبني يعني شجاعة لاعبين الخلود في المباراة، لكن على المستوى الدفاعي أو نقول هجوم الهلال خبرته، الجودة العالية، الإمكانيات الكبيرة اللي يملكونها هي اللي خلقت الفارق في المباراة. لو نشوف مثلا الهلال يسجل أهداف يعني من كرات أو يعني هجمات مفتوحة، ما يعتمد على شكل معين في المباراة، نشوف في جماعية كبيرة من جانب لاعبين الهلال، هذا الشيء كان واضح على مستوى الهلال، قدر أنه يواصل الانتصارات، قدر أنه يبقى في الصدارة بالعلامة الكاملة. أنا أعتقد يعني الهلال منافس صعب لأي فريق في الدوري السعودي أو في آسيا أو حتى على المستوى العالمي، نشوف الهلال جدا مميز، الهلال مرشح أنه يحقق أشياء كبيرة في كأس العالم الأندية. دائما نشوفها في الصدارة يعني الهلال. صحيح، الهلال أنا أعتقد فريق متجانس، فريق عنده استقرار عالي، فريق نوعية الأجانب اللي عنده نوعية جدا مميزة ونوعية جدا عالية في كل الخطوط، يعني من الحارس يعني ياسين بونو ضد الخلود يعني قدم مستوى جدا كبير، يعني مو بس اللاعبين حتى الحارس قاعد يقدم مستوى كبير، دكة احتياط الهلال
جدا يعني مميزه ممتازة. فيها اسماء وخيارات واسعه. انا اشوف ان الهلال هو المرشح اكيد، ممكن في منافسه من باقي الفرق، لكن نفس ما قلت انا عجبني يعني شجاعه الخلود، الخلود كان يعني فريق شجاع في المباراه. نعم، وايضا الهلال بانتظار اكيد لقاء امام الشرطه هذا الاسبوع في دوري ابطال اسيا للنخبه، رايك في هذه المواجهه توقعات المباراه؟ انا اشوفها راح تكون صعبه بالنسبه للهلال تحديدا، يعني الشرطه العراقي فريق مميز جدا، ممكن ما عنده نوعية الأجانب اللي أصحاب المستوى العالي، ما عنده أجانب على يعني بقيمة مادية عالية، يعني ممكن عنده محترفين سوريين، مدافع كاميروني في خط الدفاع، فأنا أشوف المباراة راح تكون صعبة على الهلال. الفريق العراقي، اللاعبين المحليين العراقيين جدا مميزين في نادي الشرطة العراقي، هذا الفريق السنة الماضية يعني في الصيف الماضي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب الشرطة، وعنده نتائج جدا مميزة. أنا أشوف وأحرج حتى النصر يعني من أسبوعين تحديدا يمكن أو 3 أسابيع، فأنا أشوف هذا الفريق فريق ممتاز، فريق مزعج، ما هو سهل. أنا أشوف أنه قادر أن الشرطة يزعج الهلال أكيد. ممكن كفة الهلال أقوى بسبب الخبرة، بسبب امتلاكه جودة عالية من اللاعبين، لكن في المباراة أنا أشوف أن يعني الأمور راح تكون صعبة على الهلال، ما راح تكون بالسهولة اللي الكل يتوقعها. نعم طبعا، هذه بالنسبة لتوقعاتك للأحداث إن شاء الله اللي يعني راح تصير في الأيام القادمة. أيضا ودنا نتكلم عن آخر مستجدات ويعني متناقش فيها معك أستاذ يحيى، خصوصا مع انطلاقة الجولة السادسة من البريمير ليج بمباريات مهمة كانت أبرزها. أيضا شفنا السيتي تعادل مع نيوكاسل بهدف مقابل هدف، كان في تعادل، وليفربول طبعا فاز بصعوبة أكيد أمام ولفرهامبتون، كانت يعني مباراة ولقاء في تنافس كبير. وشفنا أيضا اليوم أرسنال انتصر برباعية على ليستر، فكلمنا عن هذا النتائج. أنا أشوف أنه يعني كان في صعوبة على كل الفرق، حتى أرسنال تسجيل 4 أهداف ما يعني أن المباراة كانت سهلة، بالعكس كانت المباراة صعبة، قدر يسجل هدفين الثالث والرابع، يعني كانت النتيجة تعادل، قدر يسجل في الوقت بدل الضايع من المباراة، فهذا الشيء يدل أن المباراة كان يعني ليستر سيتي نعتقد قدم مستوى جدا عالي في المباراة. يعني في مباراة مان سيتي ونيوكاسل، نيوكاسل أنا أشوفه قدم مباراة ممتازة جدا من جميع النواحي بصراحة، على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي، قاعد نشوف في التغطية الدفاعية جدا مميزة في نيوكاسل، كان يغلل المساحات، يعني في كان تحضير واضح من مدرب نيوكاسل إيدي هاو لهذا المباراة، تجهيز كان صحيح، يعني قاعد نشوف تغليل المساحات في النواحي الدفاعية. فرص مان سيتي، اللاعب لما يستلم الكرة ما يكون يعني مرتاح، دائما عليه ضغط، فهذا الشيء مهم جدا في المباراة، وأنا أعتقد نيوكاسل كان يستحق التعادل. مان سيتي قاعد يفرط في نقاط كثيرة، يعني في آخر 4 مباريات 3 تعادلات وفوز 1 لمان سيتي، وهذا الشيء ممكن مزعج بالنسبة لي أي مشجع لمان سيتي. مان سيتي لعب 9 مباريات هذا الموسم، فقط مباراتين يعني خرج بشباك نظيفة، هذا الشيء ما تعودناه من مان سيتي. مان سيتي القوي هجوميا، القوي دفاعيا، اللي يستقبل عدد قليل من الأهداف، ممكن في موسم كامل يستقبل 15 إلى 20 هدف، لكن قاعد نشوفه في الموسم الحالي فقط مباراتين خرج بي في كلين شيت. مان سيتي أنا أشوفه يعاني من الغيابات، يعاني من بعض الإصابات والغياب مثل دي بروين ويعني رودي، هم اللي أثروا ممكن على الشيء جدا، وأيضا المدافع الهولندي ناثان أكي كانت تأثير أيضا، صحيح، ولويس الجناح الأيمن أعتقد. فالأربع أسماء أنا أشوفها كانت مميزة، كانت مؤثرة في تشكيلة مان سيتي، أكيد رودري ودي بروين اللاعبين الاثنين بصراحة ما نقدر نقول نجوم، وممكن الكل يتكلم عن رودري أنه أفضل لاعب وسط في العالم، والكل يتكلم عن غيابه عن مان سيتي، لكن صحيح. حتى دي بروين نشوفه غيابه هم مؤثر بشكل كبير، يعني لاعب يصنع فرص، لاعب يعني يقدر ينقل بجهد فردي الفريق من مرحلة إلى مرحلة أعلى، فأنا أشوف أن الغيابات مؤثرة بشكل كبير على مان سيتي، بس عودنا يعني مان سيتي ممكن يمر في فترة اهتزاز في بدايات أو نص الأول من الموسم، بعدها نشوفه في الثلث الأخير من أي موسم فريق مرعب، فريق هذا أنا أعتقد قادر يحقق أشياء كبيرة مع المدرب غوارديولا هذا الموسم. اليوم نقدم لكم جولة أخبارية حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأخبار التي تطرقنا إليها. أولاً، شهدت مباراة القمة بين الكويت والعربي تفاعلاً كبيراً تحت هاشتاغ الكويت العربي، حيث تبادل العديد من المتابعين التهاني والتبريكات لفريق الكويت بعد فوزه المستحق على العربي
عبر المشجعون عن فرحتهم بهذا الانتصار الذي يعزز مكانة العميد في البطولة المحلية. ثانيا، احتفل محبو ليفربول بفوز فريقهم على وولفرهامبتون، الأمر الذي أهلهم لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. عبر متابع الريدز عن أملهم في استمرار الفريق بهذا المستوى المتميز حتى نهاية الموسم، متمنين أن يحافظوا على الصدارة وينتزعوا اللقب. ثالثا، تسببت هزيمة برشلونة أمام أوساسونا في موجة من الانزعاج بين مشجع الفريق الكتالوني، خصوصا بسبب قرارات المدرب فليك بمداورة بعض اللاعبين وإراحة آخرين في مباراة حاسمة. عبر المعجبون عن استيائهم من هذه الاختيارات الفنية، مطالبين بعدم تكرار هذه القرارات في المستقبل نظرا لأهمية المرحلة الحالية في الدوري وضرورة التنافس بكامل القوة. رابعا، لفت نهائي كأس السوبر الأفريقي اهتمام الجمهور بشكل واسع، حيث تتابعوا بشغف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي. هذا الحدث استقطب تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث الكبير، وبالأخص أنه بين غريمين تقليديين في الكرة المصرية، مما أضاف للحدث نكهة خاصة. عودة جميلة معكم مشاهدينا ومع ضيفنا طبعا الأستاذ يحيى حميدان، صحفي ورياضي أكيد في صحيفة الأنباء الكويتية. تكلمنا طبعا عن البريمير ليج، ورح ننتقل الحين معك إلى الدوري الإسباني. شفنا خسارة لبرشلونة أمام أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، يا ريت تكلمنا أيضا عن هذا اللقاء. خسارة يعني برشلونة أكيد ممكن مفاجأة وصادمة لجماهير برشلونة بعد البداية الممتازة لبرشلونة، يحقق نتائج على المستوى الليغا من النتائج جدا مميزة، انتصارات، صدارة في أول يعني 6 أو 7 جولات، حقق نتائج جدا مميزة. حاليا هو في الصدارة ب 21 نقطة. أعتقد نشوف أن برشلونة كان على المدرب هانزي فليك أنه يضحي في هذه المباراة، لأن برشلونة مر في ضغوط عالية في الفترة الأخيرة، لعب يعني 5 مباريات في 13 يوم، هذا عدد كبير بصراحة، ضغط كبير على أي فريق في العالم يعني. لا، وما ننسى السابع أماني برشلونة عنده 8 لاعبين مصابين ولاعبين مؤثرين يعني، سواء أساسيين أو حيار، أثرت الإصابات أكيد. على الفريق كان لابد أن من هذا المدرب أنه يضحي. المباراة الغادمة مع يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا، ممكن فريق ما هو بالقيمة العالية، لكن إدارة برشلونة أو جماهير برشلونة عندها اهتمام كبير في دوري أبطال أوروبا، والنظام الجديد في دوري أبطال أوروبا ما يتيح لأي فريق أنه يريح اللاعبين أو يعطي فرصة للصف الثاني، لأن الكل في مجموعة واحدة، كل نقطة محسوبة وكل نقطة مهمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. أنا أشوف أن قرار المدرب ممكن البعض يلوم عليه، لكن أنا أشوفه قرار سليم. البدلاء يعني كانوا معدل الأعمار صغير بشكل واضح، يعني معدل الأعمار اللي بدأ في برشلونة 23 سنة وثمان أشهر، هذا الشيء يعني واضح أنه يعني الفريق ينقص الخبرة. عكس أوساسونا اللي معدل أعماره كان 28 سنة، عنده لاعبين خبرة، عنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين لعبوا مواسم كبيرة في الليغا أو مع منتخباتهم. لكن برشلونة مثل تحديدا في خط الدفاع، شفنا خط دفاع قليل الخبرة، لاعبين صغار في السن 19 سنة 20 سنة، يعني ممكن الأبرز كوبارسي اللي ممكن يعني عنده عدد من المباريات، وأيضا كوندي، لكن المدافعين الآخرين مارتن ودومينيغيز كان أداءهم أنا أشوفه يعني سلبي بشكل واضح، ما قدموا الصورة المأمولة منهم، المطلوبة منهم. حتى الحارس يمكن أستاذ يحيى بينيا، هل اعتماد يمكن أيضا المدرب لأن اعتمد على الحارس، ممكن هالشيء أيضا أثر على برشلونة؟ وهل يعني مطلوب من المدرب نفسه أنه يتعاقد مع حارس جديد ممكن يضيف إضافة أقوى لبرشلونة؟ أنا يعني شفت مثل بعض الآراء اللي تنتقد بينيا في المباراة، لكن هو يعني استقبل 4 أهداف
تصدى فقط لتسديدة واحدة. بس أنا أشوفه يعني ما يلام في يعني تحديدا نقول في الثلاث الأهداف الأولى ما يلام بصراحة، يعني كانت الفرص صعبة، انفرادات، الهدف الأول يعني من الستة ياردة كرة رأسية، والثاني انفراد، والثالث بلنتي، الكرة الرابعة لتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الأرضية. ممكن أشوف الرؤية كانت محجوبة عن الحارس، ممكن في ناس يلومونه، أنا أشوف إنه ممكن الكرة كانت صعبة بشكل كبير. بس إذا يعني فريق برشلونة يبي يكون في مستوى أفضل لابد إنه يتعامل مع حارس خبرة، يعني هو القوانين تسمح له الحين التعاقد حتى مع إغلاق باب الانتقالات. نعم. كان في مفاوضات مع تشيزني، ممكن يتم التعاقد مع هذا الحارس. تشيزني عنده شروط، يعني انه يلعب بشكل اساسي، ما يكون يعني بديل او الخيار متروك للمدرب. نعم. اذا بيرجع من الاعتزال وقع لابد انه يكون اساسي في المرحلة المقبلة. انا اشوف ان تشيزني قادر يضيف لبرشلونة، حارس خبرة، حارس يملك جودة عالية، تألق في المواسم الأخيرة مع يعني يوفنتوس تحديدا، كان حارس على مستوى جدا عالي. نعم. برشلونة مع بينيا يعني ممكن الجماهير ما عندها ثقة فيه، الإعلام الأسباني ما عنده ثقة في بينيا، فالشيء هذا ممكن يسبب ضغط كبير على بينيا. وممكن أنا أشوف ممكن أن بينيا ممكن يتألق إذا استغل الفرصة، هو عمره 25 سنة، ممكن يكون نفس تجربة لونين الحارس الأوكراني مع ريال مدريد في الموسم الماضي. بعد إصابة يعني كورتوا الحارس الأساسي، الكثير شكك ممكن في إمكانيات الحارس البديل لونين، لكن تألق وكان حارس على مستوى كبير وساهم في وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال وتحقيق اللقب في وقت يعني لاحظ. نعم. بينيا دائرة الشك هذه ممكن تسبب له يعني أزمة، لكنه أزمة صح تبين قيمة الحارس أو اللاعب في مثل هذه الظروف. وهل يمكن عدم إشراك اليوم يامال ورافينيا يعني كأساسيين مع برشلونة أثر هالشيء أيضا على أنا أعتقد يعني برشلونة؟ يامال ورافينيا هم نجوم برشلونة هذا الموسم على مستوى عالي، يقدمون إضافات كبيرة، يسمعون، يسجلون، يخلقون الفرص دائما يعني في الموسم هذا تحديدا مع هانز فليك. يعني شفنا يامال متألق وشفنا رافينيا عودة إلى التألق مع برشلونة بعد ما كان يعني غير مرغوب فيه من جانب جماهير برشلونة. فأنا أشوف أنه يعني هم يعني دخلهم في الدقيقة 60 في آخر نص ساعة، ممكن أنا أشوف قرار راحتهم نفس ما قلنا يعني في البداية قرار سليم، لأن الفترة صعبة في ضغط مباريات، ما يبي يخسر اللاعبين ومثلا تكون في إصابات في وقت يعني في شهر أكتوبر، شهر أكتوبر راح يكون تحديات كبيرة في هذا الشهر وفي مباراة كلاسيكو أعتقد. فأنا أشوف أن هانز فليك فكر في المصلحة العامة وضحى في المباراة رغم أنها يعني مباراة صعبة ضد فريق صعب أساسونا في ملعب صعب، أساسونا هذا الموسم لعب 5 مباريات على ملعب السدار، فاز في 4 وتعادل 1 ما خسر. فأساسونا هذا الموسم المواسم الماضية كان يعني صعب على ملعبه، ودائما يعني أي فريق يسافر إلى ملعب السدار يكون صعوبة. نعم. ومن الدوري أكيد الإسباني إلى الدوري الإيطالي راح ننتقل معكم مشاهدينا ومع أستاذ يحيى. خلنا نتكلم عن اليوفي اللي انتصر أيضا بثلاثية، شفنا هذا الانتصار على جنوة، والإنتر أيضا قدر أن يحقق هذا الفوز بصعوبة على أودينيزي، فشنو رأيك فيها؟ يوفنتس أنا أعتقد الفوز هذا بمرحلة مهمة ليوفنتس بعد 3 تعادلات في الدوري، يوفنتس كان بحاجة لهذا الفوز. صحيح يعني ضيع 6 نقاط في بدايات الموسم، هذا الشيء ممكن غير يعني غير مقبول من جانب جماهير يوفنتوس اللي تطمح لشيء كبير. لكن الشيء المميز يعني حقق يوفنتوس عدة مكاسب في هذه المباراة، بقى قريب من الصدارة، فوز بكلين شيت، عودة فلاهوفيتش إلى التسجيل بعد صيام شهر كامل عن التسجيل، فلاهوفيتش ومن نجوم يوفنتوس في خط الهجوم سجل هدفين، أيضا تسجيل كونسيساو يعني بعد هو قادم جديد يعني وقع توه في أواخر فترة الانتقالات الصيفية يلعب المباراة الثانية مع يوفنتوس، قادم من إصابة وسجل هدف في هذه المباراة. فأنا أشوف أن هذا الشيء مهم للاعبين يوفنتوس. يوفنتوس بشكل عام مع تياغو موتا بالرغم من فقدان بعض النقاط في الدوري الإيطالي إلا أنه فريق قوي على المستوى الدفاعي ولا تاريخ رياضي صحيح، ويوفنتوس إلى الآن ما استقبل أي هدف، هو الفريق الوحيد في أوروبا اللي ما استقبل أي هدف مسيطر. في الدوريات الخمس الكبرى وسجل 9 أهداف، فريق مسيطر، فريق أنا أشوف أن تياغو موتا بصمته واضحة مع يوفنتوس في بدايات الموسم. نعم. أيضا ودنا نتكلم عن الإنتر اللي كامل ممكن أنه يلفت هذه المباراة أكيد وقدر أنه يخطف 3 نقاط، فكلمنا عن هذا المباراة. الصعوبة كانت متوقعة على إنتر، إنتر يعني فاز 3-2 لكن لاعبين إنتر كانوا متألقين بشكل كبير. أنا أعتقد إذا بنختار نجم المباراة من جانب إنتر ممكن راح نحتار، وكل شخص يختار لاعب مختلف، الفريق كامل قدم مستوى
كبير، ممكن باستثناء الحارس يان سومر اللي ما كان في ممكن في المستوى الكبير، لكن جميع خطوط انتر كانت على مستوى جدا عالي. اودينيزي كان متصدر الدوري الايطالي من مرحلتين، فهذا الشيء يدل ان يعني الصعوبه كانت متوقعه. اودينيزي لعب مباراه ممتازه جدا، اضاء فرص، خلق فرص، شكل تهديد كبير على مرمى انتر. انا اعتقد الفوز في المرحله هذه الانتر بالشكل هذا على منافس عنيد مثل أودينيزي، أنا أشوفه أمر ممتاز بالنسبة لإنتر، وتجاوز خسارته في الديربي ضد ميلان. نعم، احنا ودنا أيضا نتكلم بشكل سريع ومختصر عن الدوري الألماني وعشاق هذا الدوري، أكيد ما نزعلهم، ودنا نتناقش عن الدوري الألماني. بايرن ليفركوزن أيضا يوقف انتصارات بايرن ميونخ يعني، وتعادل معه بهدف مقابل هدف، خصوصا أن بايرن ميونخ معروف عنه أنه أيضا يعني فريق يمتلك نجوم وفريق له تاريخ رياضي عريق. وبايرن هذا الموسم يعني فريق خارق، فريق مرعب، عاد يعني هيبة بايرن ميونخ عادت بشكل كبير هذا الموسم. توقعنا ممكن مباراة تكون مفتوحة من الطرفين، مباراة هجومية من الطرفين، لكن في المباراة كان في تفوق واضح من جانب بايرن ميونخ. كان أفضل، كان يعني سبب مشاكل كبيرة على باير ليفركوزن اللي يملك أسماء مميزة على مستوى الهجوم. كان يعني لقاء شوي في منافسة، خصوصا هدفين يعني في تعادل. صحيح، يعني 1-1، لكن كان بايرن ميونخ أفضل صراحة في المباراة. هو المسيطر على المباراة. باير ليفركوزن متراجع، أسلوب بايرن ميونخ وتألق لاعبينه، ويعني نقول يعني القوة اللي لعبوا فيها أجبرت باير ليفركوزن على التراجع لمناطق الدفاعية. شفنا فرص باير ليفركوزن قليلة جدا، خصوصا في الشوط الثاني فرصة وحيدة في الدقيقة 88. أنا أشوف أن باير ليفركوزن كسب نقطة غالية من باير ميونخ، وباير ميونخ في هذه المباراة خسر نقطتين، لأن فريق أفضل عنده يعني تسديدتين، في واحدة في القائم وواحدة في العارضة في نفس الفرصة من جنابري. نعم. مستوى باير ميونخ في الجولات الأولى صحيح أنه تعطل، لكن المستوى بشكل عام مع المدرب الجديد كومباني يدل أن بايرن ميونخ راح يكون مرعب هذا الموسم. راح يكون مرعب هذا الموسم. أيضا شفنا هاري كين طلع مصاب، يمكن من هذه المباراة واحتمال أنه يغيب لمدة. شنو تأثير اليوم غياب أيضا كين على هذا الفريق؟ أكيد غياب يعني راح يأثر عليه. أكيد هاري كين عنصر مميز، عنصر هجومي مميز، هداف الفريق. شفته مثلا في المباراة ضد باير ليفركوزن كان من اللاعبين المميزين جدا، يصنع الفرص، يوصل الكرة إلى زملائه، يتمركز بشكل صحيح، دائما يشغل خط دفاع أي منافس. فأنا أشوف أن غياب هاري كين أكيد مهم، اسم كبير وهداف، لكن أنا ما أعتقد أنه يأثر على الفريق بشكل عام. ممكن يأثر على نظام المدرب كومباني، لكن على المستوى النهائي أنا أشوف أن بايرن ميونخ عند الأسماء اللي قادرة تسد غياب هاري كين. قاعد نشوف أكثر من عنصر في بايرن ميونخ تحديدا هذا الموسم رجع للتألق بشكل كبير. نعم. فأنا أشوف أنه يعني ممكن غيابه مؤثر على النظام، لكن على مستوى النتائج ما أعتقد فيه تأثير كبير من جانب يعني لغياب هاري كين. طبعا بعد ما تناقشنا معك استاذ يحيى على ابرز يعني ما تم تداوله واستعرضنا ويا مشاهدينا الاحداث الرياضيه المهمه، نتمنى ان شاء الله من خلال هذا اللقاء وهذه الاحداث الجميله يكون الكل استفاد واستمتع في هذا الحوار وهذا التحليل الرياضي، خصوصا في الامور الفنيه. الواحد محتاج انه يتعرف على بعض الامور اللي تكون مجهوله بالنسبه له، خصوصا بالتوقعات ان شاء الله القادمه للمباريات القادمه. شكرا لك على هذه الاستضافه، وان شاء الله تكون الحلقه يعني خفيفه ومفيده لمشاهدينا كويت سبورت. كل الشكر على وجودك. وبشذي مشاهدينا نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا من ميديا زون، على أمل تجي معكم أكيد مع آخر مستجدات رياضية في عالم السوشيال ميديا في الحلقات القادمة. مع السلامة.